السلام عليكم أصدقائي، اليوم سوف نتناول موضوع مهم وهو فوائد فاكهة اللوز. تناول مكسرات اللوز بانتظام يحميك من زيادة الوزن. استهلاك مكسرات اللوز لا يعتبر فقط مفيدا للصحة، وإنما يساهم أيضا في تجنب الإصابة بأمراض القلب والشرايين. وفي مقال اليوم نبرز لك 3 فوائد صحية لتناول اللوز حسب الدراسات العلمية: التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. تم القيام مؤخرا بدراسات خاصة بالتغذية أظهرت تأثير استهلاك اللوز على صحة القلب وثبات الوزن، فتناول مكسرات اللوز بشكل منتظم يساعد في التحكم في الوزن وثباته، رغم كونه غنيا بالدهنيات والسعرات الحرارية، كما أنه يمد الجسم بالطاقة والحيوية التي يحتاجها طوال اليوم. ولتأكيد صحة هذه النتائج، تم تطبيق هذه الدراسة على 5000 متطوع في البلدان الأوروبية بتناول الفواكه الجافة الزيتية مرتين في الأسبوع مثل فاكهة اللوز، حيث تبين أنها تقوم بتخفيض خطر الوفاة بداء شريان القلب التاجي حتى 16%. كما أظهرت الدراسة أن مفعول الوقاية من مثل هذه الأمراض يظهر في بلدان أوروبا التي يرتفع فيها استهلاك الفواكه الجافة الزيتية كفاكهة اللوز أكثر من البلدان التي تعتمد في تغذيتها على الفول السوداني مثل الولايات المتحدة الأمريكية. تناول اللوز سر الرشاقة. غالبا ما ترتبط فكرة زيادة الوزن الناتج عن الدهون والسعرات الحرارية باستهلاك الفواكه الزيتية والمأكولات السريعة، وهذه معلومة خاطئة، فلقد أكدت دراسات حديثة خاصة أن الأشخاص الذين يستهلكون الفواكه الجافة الزيتية هم أكثر رشاقة من غيرهم ولديهم مؤشر كتلة الجسم منخفض. كما أكدت دراسة أخرى أن تناول 56 جرام من اللوز مرتين في اليوم وبانتظام عليها لمدة 10 أسابيع لم تؤثر في الوزن ولا في تركيبه وقوام الجسم. اللوز منبع للمنغنيز. حسب نتائج الدراسات الحديثة التي أجريت على فوائد فاكهة اللوز، فهي تعتبر المكون المثالي الأول للأشخاص الذين يودون الحد من زيادة وزنهم، فهو غني بالمواد الغذائية وفي نفس الوقت يمنحهم الشعور بالشبع، حيث إن حفنة صغيرة من اللوز أي حوالي 28 جرام تحتوي على 160 سعرة حرارية هي منبع ممتاز لفيتامين A والمنغنيز وكذلك البروتينات والألياف. وبذلك نجد أن اللوز غذاء مهم وممتاز لصحة الإنسان، فهو يمده بالبوتاسيوم، الكالسيوم، الفوسفور، الحديد والأحماض الدهنية الغير مشبعة، الدهون الجيدة. هذا كل ما كان اليوم أصدقائي، إلى اللقاء.